الاسبوع اللي فات عملنا الفراخ المقرمشه المتحمره ومبسوطه جدا ان انتوا نفذتوها. يعني في صور اتبعتت لي يوم الجمعه وفي صور اتبعتت لي يوم السبت، مبسوطه قوي قوي ان انتوا جربتوها وحبيتوها واتبسطتوا من النتيجه وقلتوا فعلا ان هي قريبه من الطعم قوي. انا بقى النهارده هكمل سلسله مطاعم الاكلات اللي احنا بنحبها والولاد كمان بيحبوها. تشيكن برجر اللي في الساندويتش اللي في التوست، ها، او في الكايزر، ومعلهوش غير شويه مايونيز وكمان عليه شويه كابوتشي وامين على كده. الساندويتش ده بكام يا استاذ؟ خلاص عدى، خلاص بعد الاسعار اللي هم زودوها. طيب تعالوا احنا بقى نعمله في البيت، ترى سهله جدا، اقتصاديه جدا، حلوه قوي، والنتيجه انا عايزه اقول لكم ان هتعجب الولاد قوي قوي وبنفس التفاصيل. لا وكمان هنعمل طرق تقديم منها مختلفه، يعني انتوا عارفين ساندوتش بيبقى صغنن، ساندوتش اكبر، اشكال بقى. انا هعمل لكم النهارده المنيو، هتتبسطوا منه قوي. لكن اول حاجه هقول لكم التشيكن برجر انا بعمله ازاي وازاي بيطلع لي مظبوط وطعمه حلو وقريب قوي من اللي بناكله بره. تعالوا نقول هنعمله ازاي. هحتاج ايه؟ نص كيلو صدور مخليه، عليها نص كيلو شيش او وراك مخليه. يبقى انا هنا مش بستخدم بس وراك ولا بستخدم بس صدور، انا علشان اخد نتيجه حلوه قوي لازم استخدم الاثنين مع بعض، اللي هو ايه؟ صدور وشيش، او اللي هي وراك وصدور، تمام؟ مخليين طبعا. وبعدين افرمهم مع بعض، وبعدين ايه؟ افرمهم مع بعض. بعد ما افرمهم بقى اهو اروح في البول عندي حط عليهم ايه بقى؟ معلقه صغيره فلفل ابيض، لو ما عندكيش حطي عادي فلفل اسود، احنا بنعمل حاجه للبيت مش مشكله خالص. نحط عليها معلقه صغيره بصل بودره، معلقه صغيره ثوم بودره، ثلاث معالق، بصي بقى كبير، ثلاث معالق كبيره دقيق او مش واه، ها، ثلاث معالق كبيره توست ناشف، يعني توست ناشف حمصته وبعدين ايه فرمته، او بقسماط ناعم. يبقى عندك اي حاجه من الثلاثه حطيه، يا اما دقيق، يا اما توست، يا اما بقسماط، يا اما نشا، ثلاثه من ده وثلاثه من اي حاجه ثانيه من اللي انت عايزاهم، تمام. معلقه صغيره بابريكا، نص معلقه صغيره جنزبيل بودره، ومعلقه كبيره زعتر جاف، زي بالظبط الزعتر اللي حطيناه في فراخ الاسبوع اللي فات البروستد. وللتغطيه بقى واللي هي فيها بقى الشغل كله هنحتاج ايه؟ شويه دقيق، لبن وبيض، وبقسماط مطحون او بانكو. البانكو يا جماعه هو اكتر حاجه بتوصلني للشكل اللي الولاد بيحبوه من بره. خلاص تالي مقادير بسيطة قوي. يا فيفا انت هتعملي اللي احنا يعني علشان دلوقتي الولاد هم بيحبوه جدا، ولو طالوا ياكلوه كل يوم مش هيقولوا لأ. احنا بقى هنعمله بأقل أقل تكاليف. انا كله طلبته ايه؟ نص ونص. شوفي النص ونص ده هيرمي معاكي كمية قد ايه. هجيب بولة، انا بس سبقتكم بس وعملت ايه؟ سبقتكم وفرمت الصدور مع الوراك، بس ده اللي انا عملته قبل ايه ما نتقابل علشان بس ايه ما زعكوش بصوت الكبه. فادي الصدور بتاعتي اهي مع الوراك فرمتها حلو جدا اهي، شايفينها مفرومه مفيش فيها اي حاجه عندي اهي، شايفينها من قبل ما احط لها اي حاجه هي بتتشكل معايا اهي. اوكي طيب هحط عليها ايه؟ يلا التوابل بتاعتنا زي ما اتفقنا، المعلقه الصغيره من الثوم البودره مليانه والبصل البودره، الفلفل الابيض، وقلت لك لو عندك فلفل اسود، يعني ما عندكيش فلفل ابيض انا مش هقف، يعني انا في بيتي بصراحه ما بجيبش فلفل ابيض، تفتكروا احط فلفل ابيض؟ لا هحط فلفل اسود عادي جدا مفيش اي مشكله. نيجي بقى هنا للزعتر وكمان البابريكا، وهنا عندي ايه زي ما اتفقنا، ثلاث معالق بقسماط اهم او توست ناشف
ومطحون مفروم ناعم جدا جدا جدا، وثلاث معالق دقيق. يبقى الثلاث معالق دقيق عندي اساسيه. طب ممكن يا بيبي اشيل دي واحط نشا؟ ممكن طبعا. خلاص. وطبعا ايه، ادي الملح بتاعي. اعمل ايه بقى؟ ايدي كده واقعد ادعك الحاجات دي كلها مع بعضها، اعجنها كده لحد ما كله يختفي. الريحة عندي حلوة قوي. بصي انتي ضامنة انتي عاملة ايه وبتغذي ولادك ايه بقى هنا بقى، وساندويتشات والحركات خروجة اهي وفرتلك. ادعيلي بس النهاردة كده وهم قاعدين وبياكلوها مبسوطين بيها جدا. بصي اللون عندي هنا والريحة كمان بقت مختلفة خالص اهي. حاجة بقى هقولك ازاي لو عايزة كمان تفرزنيها، يعني هقولك امتى في اي مرحلة اقولك لا. بصي ده بقى دلوقتي احنا خلصناها، يلا قومي شيلي في الفريزر وطلعي على القلي على طول. التوست عندك او الكايزر عندك، زي ما في مطاعم بتعملها بالتوست وفي مطاعم بتعملها بالكايزر. انا هعملك ده وهعملك ده، وكمان هقولك على افكار للتقديم مختلفة. طب ليه يا فيفا صدور بس ومش يعني مش يعني مش وراك بس ومش صدور بس، الاتنين مع بعض يا جماعه بيدوني نسبه الدهون اللي انا محتاجاها. الصدور لوحدها ما تنفعش والوراك لوحدها ما تنفعش، لازم الاتنين مع بعض اهو. بصوا بقى انا بفضل اقلب كده لحد بصوا ما بقت بتتشكل معايا ولا ماسكه اي حاجه في ايدي، واقدر اعمل ايه البرجريه اللي انا عايزاها بالحجم اللي انا عايزاه. بصوا طبعا انا هعملها اكبر من كده بكتير، بس انا بوريكم يعني اهو. متحطلهاش طبعا بصل صحيح او مفروم، متحطلهاش بيض، متحطلهاش اي حاجه اكتر من اللي انا قلتهولك ده. الريحه هنا عندي حلوه قوي. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هروح اجيب ورقه زبده واروح منزله عندي الخليط ده كله هنا. خلاص وافرد واروح جايه كده واقطع. خلاص وافرد بقى، وطبعا عشان سهل على نفسي اروح جايبه كمان الرول بتاعي وايه رب لفه على طول. بصوا بقى اهو، ويبقى كله عندي عرض واحد بمنتهى تخن واحد سمك واحد بمنتهى السهوله. يبقى انا حطيت العجينه بتاعتي اهي. بصوا افردها كده وهنا كمان اهي، شايفين لازم احط عليها كده علشان اشوف السمك اللي انا عايزاه اهو. هعمل ايه بقى هنا؟ هسيبها كده خلاص بعد ما مع شفت انا عايزه ايه. طبعا الجوانب دي هرجع اعملها تاني، انا كده خلاص اهو ده السمك اللي انا عايزاه، لا تخين قوي ولا رفيع قوي علشان يا جماعه يكون مظبوط معايا. يعني تخين قوي قوي اولا هيطلع لي كميه قليله، ثانيا هيبقى يعني اشك ان جوه ما استويش. لكن السمك ده بقى هوريه لكم وانا بقطعه، ابقى مطمنه جدا ان السمك بتاعه كده خلاص انا ضامنه تسويته، وهقول لكم كمان هنسويه ازاي. طيب هقفلها كده وخليها على جنب، ونجيب البيض ونجيب بولة كمان. كبير قوي مش اهو، ونحط البيض كده ونحط اللبن عليه، طبعا بيض لبن على طول علشان افك ايه
السمك بتاعه واقلب. طبعا الزيت بتاعي على النار على درجة حرارة متوسطة، ما يكونش طبعا سخن قوي، ما يكونش كعادة ان انا بسوي حاجة متغطية اهو. لازم كل ده يد، مفيش بقى عندي لا صفارة ولا بياض ولا اي حاجة. حاضر. وبعدين طبعا هرش رشة ملح، وطبعا هرش ايه، رشة فلفل اسود، او ممكن ارشها رشة ايه، فلفل ابيض عادي جدا. افتح بقى هنا، ادي الدقيق، ادي البانكو بتاعي، برضو هجيب بولة او طبق علشان انزل، وممكن طبعا ايه احط شوية بقسماط لو عايزين على البانكو بتاعي او فيجيتار زي ما انتوا عايزين. بس البانكو يا جماعة ده بيطلع لي بنفس بالظبط الشكل اللي احنا بنحب ناكله بره. بصوا بقى عندي قالب هنا بتاع اهو، احط فيه بس شوية زيت، قالب بتاع ايه، البرجر بتاع اللحمة اهو، احطه بدهنه زيت كده ماشي، واروح مقطعه شايفين، واروح اهو قطع معايا، اروح شايلاه من على ورقة الزبدة اهو، واشكله كده شايفين، طلع معايا زي ما انا قطعته بالظبط. بصوا اهو قطعته من هنا وطلعته. بصوا السمك، انا عايزه اوريكم السمك اهو. بصوا انا عايزه اوريكم السمك، بس شايفين سمكه، لا تخين قوي ولا رفيع قوي، لا يتحرق مني ولا اشك ان هو مش مستوي، في شعرايا كده، هو ده السمك. طب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هروح منزله فين؟ طبعا الدقيق الاول وغطيه بيمسك نفسه. طبعا طبعا يعني انا عايزه اقول لكم حاجه، انتوا بقى قاعدين في البيت، هقول لكم على حاجه، بعد ما تفردوا الفرده دي بتاعت ورقه الزبده، دخلوا العجينه دي شويه الفريزر نص ساعه، طلعوا، هيبقى الموضوع اسهل معاكم، ولو ان الموضوع انا عندي بالنسبه لي ناجح، مفيش اي مشكله. واروح منزلاها في البيض اهو واللبن خلاص، واروح بقى حاطه فين، في البانكو، وايه والبقسماط او الفيجيتار، واغطي ماشي، واروح بقى منزله عندي فين، هنا في الزيت، هيستوي معايا على درجه حراره زي ما اتفقنا، العين اللي هي متوسطة، مش درجة حرارة عالية علشان يستوي من جوه ومن بره، ما يبقاش اخد لون قوي جدا من بره ويفضل جوه مش مستوي. خلاص هوريكم دي بس كده، عايزة اوريكم قد ايه ما فكتش، وقد ايه حلوة قوي، وقد ايه متماسكة. وبصوا وهسيبها تكمل سوا، شايفين شكلها عامل ازاي، لسه بتستوي كمان اهي، بس بصوا شكلها حلو قوي ازاي، هسيبها تكمل سوا وترجعوا لي بقى بعد الفاصل نكمل كمان تسويه ونشوف هنقدمه ازاي، وهتتبسطوا قوي، استنونا. بصوا طالع شكله حلو قوي ازاي، بصوا طبعا بصفيه، ممكن احطه زي ما اتعودنا على مصفى خلاص. عايزه هوريكم دلوقتي القرمشه بتاعته عامله ازاي والتسويه، عندي ده كمان بسويه
وهنا بقى لو عايزين تشيلوا وتفرزنوا تعال اقول لكم ازاي. بصوا انا باخد من هنا وبحط في الدقيق، مفيش حاجه بتفك معايا الحمد لله، الموضوع ناجح جدا. وده علشان يا جماعه انا حاطه صدور على وراك عجنهم كويس جدا، فرمهم حلو قوي اهو، طلع شكله تحفه ومقرمش ومستوي طبعا من جوه. زي ما قلنا بنسوي ازاي، الحاجه اللي مقليه بنسيبها على العين الوسط وبيكون النار عليها وسط، ومش من اول ما تتقلي نروح مطلعينها على طول، نسيبها لسه شويه تاخد لون وتستوي. طيب عايزه اقول لكم على حاجه، لو عايزه فرزنه انا كده خلاص، بصوا يعني انا عامله كيلو نص صدور نص وراك، بصوا ما شاء الله انا صممت ان انا اعمل لكم الكميه علشان اوريكم هيديني قد ايه. كيلو ما كملش 100 جنيه، ما كملش 100 جنيه، يعني البانيه بالشيش ما يعملش 100 جنيه. ثانيه واحده ثانيه معلش انا بس عايزه اوريهم يا سيد، تسلم ايدك. ماشي بصوا طلع معايا، ادي ثلاثه وواحده هنا في الطاسه، ادي ايه خمسه وثلاثه هنا كمان، ادي كمان ايه عدوا معايا يا جماعه، خمسه وثلاثه ثمانيه وواحد تسعه، كان ممكن كمان اطلع ايه 10 يعني لو ايه صغرت الحجم، بس انا شايفه ان هو حجمه حلو قوي كده وبيستوي معايا سوا مظبوط. طيب انا لو عايزه افرزنه امتى بقى فرزنه؟ بصي في الحاله دي بعد ما اغطيه بالبانكو او بالتغطيه بتاعته اللي هي دي خلاص، او بقسماط اللي موجود عندك، او ان شاء الله توست ونفرمه، نحمصه ونفرمه، بس نحمصه من غير ما ياخد لون علشان هو لسه هينزل في الزيت فهيلون. لكن لو هو كان غامق عشان كده ما بحطش بقسماط عشان هو هيغمقه صافي. بحب قوي بانكو، او زي ما قلت لكم التوست اهو مثلا ده انشفه، انشفه من غير ما ياخد لون وبعدين اطحنه، هيبقى معايا جدا، واكون شايله الحروف بتاعته هيبقى معايا تحفه، ويبقى خشن كده برضو. خلاص يبقى انا اديتك اختيارات كده. هشيله بقى، هشيله ازاي؟ في اللحظه دي هروح حاطه في العلبه اللي انا هشيل فيها واحده بس، تحتها كيس ثلاجه وما بين كل واحده كيس ثلاجه، هتدخل الفريزر في الوقت يعني تقعد زي ما انت عايزه من شهر لثلاث شهور، وبعدين تروحي مطلعاها. انت عايزه طبعا تعملي واحده هتلاقيها بتطلع معاكي، مش محتاجه ان انت تطلعي كله من الفريزر علشان تفصلي الكميه، انت هتطلعي ما دام ما بين كل واحده والتانيه طبقه كيس ثلاجه، فانت بسهوله تقدري تفصلي الموضوع، وبعدين هتحافظي على التغطيه بتاعته خلاص. وطبعا ما نسيبهوش يفك، درجة الحرارة تكون متوسطة لسخن قوي ولا بارد قوي، واروح منزليها. بصوا عامل ازاي، بيستوي ازاي، ما بيتحرقش ما بيتحرقش، بيستوي بفرق كبير اهو. انتم معايا وانا حاطاه من قبل ما تكونوا كمان معايا، او كنا يعني لسه نبدا مع بعض. وبعدين اهو دي اخر حاجة باخدها انا هنا عشان احافظ على درجة حرارة الطاسة بتاعتي، بعمل اتنين بس في الطاسه. ليه بقى؟ علشان ما تقلليش درجه الحراره واحس ان في حاجه مش مستويه معايا، مش ملونه معايا مظبوط، فانا ما بحطش اكتر من اتنين في الطاسه. جربوا ما تستعجلوش، هتتبسطوا قوي اهو. ويفضل الاتنين يتحطوا مع بعض، يعني يفضل الاتنين يتحطوا مع بعض. تمام، سهله قوي الموضوع، ما فيهوش اي حاجه، بسيط بسيط، وهو انا مريحتش في التلاجة ولا اي حاجة ولا في الفريزر، والموضوع ناجح معانا جدا يا جماعة. ان شاء الله ان شاء الله هتتبسطوا، والله انتوا هتتبسطوا ان انتوا وفرتوا طبعا وخلصتوا من ماما عايزين عايزين ايه، وانتي كمان هما كمان هيتبسطوا قوي بالنتيجة والطعم اهو. بس كده بصوا، مجرد ما بشيله من البيض، قبل ما بحطه في البيض بحط الدقيق، لما بشيله من الاتنين بيمسك معايا على طول الطبقة اهي. ماشي تمام 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 اهو عندي هنا، وهشيل بقى عندي كمان اللي فيه الطاسة اهو. طيب هشيله واديه فين؟ هنا لا، هصفيه كويس واحطه يا اما زي ما اتفقنا على مناديل، يا اما في مصفى اصفيه. سامعين سامعينها سامعين لونه رهيب مغري طيب عايزه برضو اهو
اسمعكم بجد بسكينه، عشان انا ببقى مبسوطه قوي يا جماعه لما بنوصل بمنتهى السهوله للحاجه للولاد بيتهفتوا عليها بره. سامعينها؟ سامعين عامله ازاي؟ سامعين الطبقه؟ لا حلوه ومقرمشه وهتعجبهم قوي، ولونها جميل وبتبقى مستويه جدا جدا من جوه، متاخدش وقت خالص. طيب تعالوا بقى، انا كده خلصت كل حاجه عندي هنا، وقلت لكم لو هنفرزنه هنفرزنه ازاي. يلا هنقدمه ازاي بقى؟ هي دي بقى التجديد. الطبيعي انه ممكن نتحط عليه الجبن طبعا، ايه اللي هو الكبير ده بيبقى دورين هنعمله، لكن كمان هعمل معاه حاجات حلوه تانيه زي ايه؟ شويه مشروم، يا سلام يا سلام، شويه بصل مكرمل، هو ده الكلام، شويه جبن بقى وطبقات، وسلطه انا بحبها قوي يا جماعه مع سندوتشات التشيكن برجر دي. زي ايه بقى؟ حاجه كده بصوص يعني كلنا بنبقى بنحبه وبنحب نشتريه. انا هعمله برضو معاكم اهو. طيب اول حاجه التقديمه العاديه، التقديمه العاديه جدا اللي هي ممكن توست وممكن ايه كايزر. انا هبدا بايه الكايزر واجيب الحاجات بتاعتي، البلانشات بتاعتي عشان اقدم عليها اهي. اول حاجه بنحط ايه طبعا، وهو ده كمان التوست اللي الولاد بيحبوا. واجيب سكينه عشان في حتت بس عشان مش عايزه اقطعها اهو، منتهى السهوله بيفتحوا خلاص بس كده. نشيل دي طلعت معانا اهو تمام. طيب هعمل فيه ايه اول حاجه؟ اهو شويه مايونيز حلوين، وطبعا الكابوتشي اللي هي اساسي عندي في اي ساندوتش. بس انا بقى هكتر، انا هكتر، ها انا هبيع لولادي مش هستخسر فيهم حاجه، هكتر لهم كده كابوتشي عشان يديهم طعم حلو قوي، مش حتتين اهو. وبعدين اروح جايبه عندي هنا الساندويتش احطه، اجيب بس الماسك اهو. شايفين؟ واروح بقى حاطه، عايزه كاتشب احط جبنه اللي انا عايزاه، احط جبنه اللي للتوست مش الكايزر. بصوا بقى دي كمان استوت معايا، بتاخدش وقت ليه؟ دي مفرومه يا جماعه ما فيهاش عظم اهي، وبطلع صفي وانزل. يلا ما انا هجي اهو لما بيتصفى بروح حاطه هنا، امال ايه؟ في تكنيك ادي بقى احط الجبنه بتاعتي، نفسي افتحها ما تتقطعش معايا. الحمد لله شكلي نجحت اهي. بص بقى نحطها هنا ماشي، ونروح قافلين التوست بتاعنا. ممكن نحط كمان هنا ايه شرايط كده ايه كاتشب وحاطينها كده بس. ايه رايكم؟ مش هو ده اللي احنا بنبقى مهبولين عليه وعايزين الولاد يجيبوه ويشتروه اهو بكل سهوله؟ حاضر، وعملناه مع بعضينا. طيب يلا نجيب واحد تاني اهو، مش عارفه بيختبروني في فتح التوست النهارده اهو بس الحمد لله. يلا نروح برضو
اهو نحط اول حاجه مايونيز وعليه شويه ايه الكابوتشي. بصوا احنا عملنا البرجر بتاعنا مقاس الكايزر ازاي، وناخد واحده اهو بصوا شايفين قدو، مش صغنن والعيش اكبر، لا قدو. تعالوا بقى هنا نعمل ايه، نعمل نحط مثلا بصل مكرمل. يا سلام، في ناس اصحاب مزاج جدا في الموضوع ده، يحبوا البصل قوي قوي اهو خلاص. وكمان هنا نروح حاطين شويه كاتشب في الطبقه الاخيره اهي كده، ونروح قافلين بيها الساندوتش بتاعنا، شايفينها اهي خلاص، ونروح قافلين بيها ايه الساندوتش بتاعنا. بصوا شكله. طب تعالوا نعمل حاجه بقى بيه كمان، لسه كمان هعمل لكم سلطه دلوقتي بحطها على الساندوتش، جبارة. نحط ده اساسي عندنا، حاضر اهو خلاص، ونتوصى كده عشان ده بيدينا الطعم لكل الساندوتش بتاعنا. الكابوشي ده هو اللي عايز اقول لكم، التحبيشات دي يا جماعة، مش بس الفراخ، التحبيشات كمان اللي بتبقى محطوطة هي اللي دي اللي بتوصل الطعم. ونحط بقى شوية ايه مشروم كمان، مال اهو غينا بقى للساندويتش ومكلفين. عايزة اقول لكم طبعا الوصفة دي الناس بقى رايحة النادي، خدي بقى سندوتشاتك معاكي، مسافرة اعملي الكمية دي وشيلها في الفريزر، طلعي على طول خدي معاكي على البحر، تدريبات بقى في الصيف مش عارف ايه، هتنفعك جدا وهتبقى جاهزة معاكي. بصوا هنا عندي الاتنين بيستوي خلاص، وعندي دي بقى كده. طيب ناقصة ايه، ناقصة ايه، ناقصة ايه، ناقصة ايه، ناقصة ايه، طبعا باكت البطاطس المحمرة ولا ما تفرق حاجة. نحط شوية بطاطس هنا جنب كل ساندويتش، وهنا كمان ادي باكت البطاطس بتاعنا، بس هو مفرط مش باكت بس كده. ايه رأيك، ايه رأيك، واحنا شغالين كمان يعني، انا بقلي وبعمل سندوتشات وكله مع بعض. طيب اقدم دول، طيب نحط شوية كاتشب على البطاطس بتاعتنا اهي، وكمان شوية ايه مايونيز. الله الله، اوريكم بقى شكل ساندوتش كده، ده حلو. نعمل العيش بتاعنا كده عشان تشوفوا شكل الساندوتش. نعم بصوا بقى عندي هنا كمان الفراخ بتستوي، وعيني عليها عشان ما تاخدش لون ازيق، تستوي مع باسكت هشيلها بجد بجد، سبتها لكم كتير بقى ايه حطيتها لك هنا عشان تصورها براحتك. طيب تعالوا بقى نعمل السلطه ماشي، وهقول لكم فكره التوست بقى عشان انا كمان جايبه توست ماشي. هجيب حاضر حاضر، هجيب الطاسه خلاص واحطها على النار، وهقول لكم هعمل فيها ايه ها بعد الفاصل. هقدم الساندوتشات دي بطريقه تانية حلوه قوي قوي قوي، مطاعم تانية بتقدمها برده بس بنفس فكره البرجر. استنوني.
مكمله بقلي وبعمل سندوتشات اهو، واطلع واحط زي ما قلت لكم الحجم بتاعكم السمك بتاعكم، ها براحتكم. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ حطيت طاسه زي ما انا قلت لكم كده هنا على البوتاجاز، حطيت فيها نقطه زيت او ممكن زبده اللي انتوا عايزينه، هسيبها تسخن. واجي هنا بقى نقول السلطه اللي انا بحبها جدا وبعملها بصوص حلو قوي هي ايه. تعالوا هعملها ازاي. كرنب احمر اهو بالتقطيعات دي جوليان، معاها كرنب اخضر بس هو مبيض شويه. خلاص هحط عليها ايه بقى؟ مايونيز، خيار مخلل مكعبات صغيره، مستارده وكاتشب وشويه خل وليمون. تاني كرنب احمر متقطع جوليان، معاه كرنب اخضر خلاص برده متقطع جوليان رفيع، هحط عليه مايونيز، هحط عليه كاتشب، هحط عليه خيار مخلل، مستارده وشويه خل وليمون. سلطة سهلة قوي صح؟ ما فيهاش ايه ده، يعني ايه السهولة دي؟ ما فيهاش حاجة صعبة خالص، بس بلعبة بقى بالصوص. الصوص بقى هو الايه اللي هيديني طعم حلو جدا. طيب هعمل ايه؟ اجيب بولة كبيرة اهي عندي، هحط الصوص الاول عندي، مايونيز زي ما اتفقنا والمستردة خلاص، وادي الليمون. طيب هقولكوا الكميات عشان حاسه ان مفيش كميات مكتوبه. الخل اللي سوري المايونيز يا جماعه بيكون ده في الكاتشب، والكاتشب بيكون ده في المستردة. المايونيز ضعف الكاتشب والكاتشب ضعف المستردة خلاص. ايه انا بظبطها اصلي باللون، انا بظبطها باللون اهو. ونحط ايه؟ رشه خل بسيطه مع عصير الليمون، هو ده اللون اللي انا بحبه جدا، بيبقى كمان الطعم بقى مظبوط قوي اهو. شايفينه معايا اهو؟ تعالوا بقى نحط التوست كده عشان ياخد لي لون. احط بقى ايه؟ الخيار كمان المخلل، شايفيني اه، وهقلب خلاص. واحط بقى ايه؟ يلا الكرنب بتاعي واقلب واشوف الكميه، لازم يكون جوسي كده مش ناشف اهو. بصوا عامل ازاي، تخيلوا بقى ده يبقى في سندوتشات التوست بقى حكايه من الحاجات اللي بحبها جدا مع الفراخ. السلطه دي بالنسبه لي حاجه كده حلوه قوي. بس كده قلبتها وظبطتها متغلفه فيها صوص مش ناشفه، دي مهم جدا يكون فيها صوص مش ناشفه، مهم قوي. خلاص اشيل دول نشوف التوست بتاعنا ايه الاخبار. عايزاه ياخد لون كده ويبقى محمص شويه، عايزاه ياخد لون ويكون محمص. اجيب عندي هنا، هقدم برضو على بلانشيت وهغذيه برضو اهو. التوست عندي ياخد بس ايه لون بسيط كده واحطه. نجيب المعلقة اللي انا وديتها جوه، وادي اخر اتنين نزلوا معايا خلاص بيستوي بيستوي. طيب ادي التوست، بس هو انا ايه محتاجه ياخد لون اقوى من كده خلاص، انتوا ادوا لون اقوى من كده فهيديكوا تحميصه كمان، بس عشان احط غيره هعمل ايه بقى؟
يا اصحابي هعمل ايه؟ بصوا بقى، هروح جايبه المايونيز بتاعي واروح حاطه برضو هنا، دي الطبقة أساسية عندي، إن أنا بحط مايونيز وكمان كابوتشي، دي طبقة رئيسية في كل سندوتشات الحاجات المقلية كلها. وأروح حاطة العملاق بتاعي ده البرجر، وكمان أروح حاطة إيه، جبنة. طبعا هي الـ 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 البرجر بقى بيكون سخن، واروح حاطه كده، واحط كمان ايه عليه السلطه بقى، اجيب معلقه والسلطه بقى تنزل هنا في اللحظه دي. بصوا بقى، بصوا الساندوتش بقى، يا نهار ابيض. هي ايه رايكم في الكلام ده؟ ايه رايكم في الكلام ده؟ هي بصوا عامل ازاي، تحفة. واروح بقى مغطياه بايه، بالتوستاية تانية اللي عندي. بصوا عامل ازاي، وطبعا عايزة اوريه لكم اهو، شفتوا عامل ازاي، بيطلع حلو قوي. السلطة بجد بتديله طعم مختلف، الساندوتشات دي بتاخد طعم مختلف بالتوست، بحركة التوست، تحطوها في زبدة، تحطوه في شوية زيت زيتون، المهم تقرمشولي التوست كده، لا بتديكوا طعم حلو قوي. وطبعا شويه البطاطس المحمره بتاعتنا، بقى كده جاهز عندي، شايفينه تمام. الله 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 الله. وكمان عارف البولات السلطه اللي انا حطيت فيها سلطه الخميس اللي فات، لا بولات صغننة. بصوا بقى ده اتحمص شوية، شايفين اتحمص شوية عندي، هيديني نتيجة احلى وقرمشة احلى اهو. ياخد ايوه ماشي، مش دي قوي بس ماشي. ونحط طبعا سلطة برضو في التقديم جنب الساندويتش بقى، اللي عايز ياخد السلطة دي يا جماعة لازم تجربوها، هتعجبكوا قوي، بسيطة قوي. وانا قلت لكم المقادير، الكاتشب بيكون ضعف سوري المايونيز ضعف الكاتشب، ضعف الايه الكاتشب، ضعف المسترد. بس كده اهو تمام. وناخد دي كده بس، تعالوا نطلع ده، تعالوا بقى خلاص كده انا خلصت، نجيب العصير علشان برضو عايزة اعمل لكم عصير حلو قوي باخر حاجة. بصوا بقى التوستاية دي اتحمصت كده واخدت لون حلو قوي اهو، توست ممكن يساعد بعد اذنك نشيل بقى الدنيا دي كلها عشان نعمل العصير. ايه لا لا ده لا، خلاص كل ده. ونحط برضو عندنا هنا الكايزر بتاعنا، ممكن نحط ايه بقى بعد الجبنة، نحط ايه، نحط بقى شوية بصل متكرمل. طب وانت كرملتي البصل ده زي فيفا، بصل احمر وقلبته في شوية ايه، ممكن زيت او سمنة من غير اي حاجة خلاص. وكمان ممكن ارشله مع يعني رش السكر، بس انا مدام البصل احمر بالنسبة لي خلاص هو هيتكرمل لحد ما يديني اللون ده اهو. ممكن احط ايه برضو، طبعا بالنسبة لي المشروم فهو متشوح بس كده، ومرشوش عليه رشة ملح وفلفل اسود، بسيطة جدا اهو، حاجة كده وصايا ما احنا اللي عاملينها في البيت اهو. بس كده هتعجبكم قوي. جبت لي العصير؟ اه هاتوا يلا. نجيب بقى طبق هنا ونحط السلطه كلها بتاعتنا، ريحه السلطه رهيبه.
هي مختلفة اختلافا كلين وجزئين على الكوسلو بتاعت الخميس اللي فاتت. بس طبعا هي فيها ايه؟ هي بس فيها الكرومب بس كده. ادي خروجتنا النهاردة اللي في البيت. فين البطاطس؟ بطاطس معلش، عايزة شوية بطاطس هنا. خروجة البيت النهاردة. اهي تعالوا بقى نعمل ايه، زي ما قلتلكوا شوية العصير الحلوين قوي. يا ماشي حلوة قوي. قصدك ايه؟ نعم حاضر، ما انا اهو مش سامعيني بتكلم الاستاذه رنا اهو. طيب يلا تعالوا، انا كده خلصت وحطيت هنا ايه، معلش يا سيد بقى نشيل كل دول الزيت بقى، نحط برضو البطاطس المحمره بتاعتنا الحلوه المقرمشه السخنه. ها تفرقش حاجه والله.